المجلس الثالث بمناسبة أحد السامرية في مدينة نابلس. اليوم السماء والأرض يجدلن مبتهجات، لأن المسيح ظهر متجسداً كإنسان لكيما ينقذ آدم وكل ذريته من اللعنة. لما أقبل إلى السامرة أظهر عجباً من العجائب، لأن الذي يخشى السحاب بالمياه وقف طالباً ماءً من امرأة. فلذلك يا جميع المؤمنين فلنسجد لمن أثر بتحننه أن يتمسكن طوعاً من أجلنا. هذا ما يصطح به مرنم الكنيسة. أيها الإخوة المحبوبون بالرب يسوع المسيح، أيها المسيحيون الزوار الأتقياء، إن المسيح الذي هو الكائن والمعطي ماء الحياة قد جمعنا اليوم عند بئر يعقوب في مدينة السامرية لكي نعيد بشكر وحبور لعيد المرأة السامرية. عندما قابل ربنا يسوع المسيح المرأة السامرية وتحدث معها، فمن جهة أظهر عجبا من العجائب ألا هو تعليمه النبوي، ومن جهة أخرى قد اقترح عجائب أو بالأحرى علامات لكي تؤمن المرأة السامرية بأنه هذا هو المسيح، كما يشهد بذلك القديس الإنجيلي يوحنا. قالت له المرأة: أنا أعلم أن مسيح الذي يقال له المسيح يأتي، فمن جاء ذاك يخبرنا بكل شيء. قال لها يسوع: أنا الذي أكلمك هو. إن هذه العلامات أو العجائب هي أن المسيح ظهر للمرأة السامرية، وفي ذات الحين كشف لها شيئين مهمين. أولاً، إنه هو الماء الحي. أجاب يسوع وقال لها: لو كنت تعلمين عطية الله ومن هو الذي يقول لك أعطيني لأشرب، لطلبت أنت منه فأعطاك ماء حيا. ثانيا، بأن الله روح، والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. وعندما كان المسيح عند ينبوع الماء أي بئر يعقوب وقد تعب من السفر، جلس هكذا على البئر، عرف وأعلن للبشرية قاطبة من خلال شخص المرأة السامرية حقيقته الإلهية، والتي من خلال هذه الحقيقة الإلهية حرر الإنسان من سعار الجهل وقيوده كما يقول المرنم. إن السامرية هتفت نحو المسيح الكلمة: أنت هو ماء الحياة، فأسقني إذن كل حين، أنا الضائمة إلى نعمتك الإلهية أيها الرب يسوع، لئلا أتضبط أيضا بغليل الجهل بل أنظر مخبرة بعظائمك. ومن الجدير بالذكر أن إلهنا المحب البشر ربنا يسوع المسيح قد كشف وأعلن عمق تعليمه ورسالته للعالم، ليس لتلاميذه أولا بل للمرأة السامرية الخاطئة والتي ارتوت من ينبوع الحياة أي من المسيح الماء الحي، ومن ثم صارت كارثة بإنجيل نور الحقيقة والتوبة. حقا أيها الإخوة الأحبة، إن هذا مرضي عند الله، إنه يريد أن الناس جميعهم يخلصون وبالإيمان والتوبة يقبلون إلى معرفة الحق، كما يكرز القديس بولس رسول الأمم: لأن هذا حسن ومقبول لدى مخلصنا الله، الذي يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. حقا إن المسيح هو ينبوع الحياة. أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا، يقول الرب. وهذا الماء يمنحه المسيح بغزارة لأولئك الذين يطلبون منه بصدق وإخلاص. أنا أي المسيح هو الماء الحي، وماء الحياة هذا ليس هو إلا الروح القدس، روح مخلصنا المسيح كما أكد هو قائلا: إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب، من آمن بي كما قال الكتاب
تجري من بطني أنهار ماء حي. ويفسر القديس كيرلس الإسكندري أقوال الرب هذه أنه عندما يشرب المؤمن ويروي عطشه بالمسيح فسيصبح من يؤمن ينبوعا يروي نفوس الآخرين العطاش، وسينعم بأغنى نعم الله لأنه سيمتلئ بعطايا الروح، فلا يثمن ذهنه فقط بل يصبح قادرا على أن يفيض على قلوب الآخرين كتيار النهر المتدفق الذي يفيض بالخير المعطى من الله على قريبه أيضا. وهذا ما حصل مع المرأة السامرية التي أصبحت هي أيضا ينبوعا وسببا للكثيرين أن يؤمنوا بالمسيح من أبناء مدينتها، كما يشهد الإنجيلي يوحنا قائلا: فآمن به من تلك المدينة كثيرون من السامريين بسبب كلام المرأة التي كانت تشهد أنه قال لي كل ما فعلت. إن شهادة القديس يوحنا الإنجيلي حول كلام المرأة وأيضا كلام الإنجيلي لوقا البشير اليوم في سفر أعمال الرسل الأطهار: فآمن عدد كثير ورجعوا إلى الرب، واتضم إلى الرب جمع غفير، وذلك من خلال الكرازة الإنجيلية في أنطاكية يعبرون ويؤكدون بوضوح على الحقيقة التاريخية أن ذلك الذي يريد أن يدخل ويتوغل إلى ينبوع كلمة الله المحيي أي إنجيل المسيح سيستنير ذهنه حتما من نور الحقيقة، وسيتحرر من روح الضلال ومخالفات العلم الكاذب. إن إنجيل نور الحقيقة والبر تفعله كنيسة المسيح المقدسة في العالم، وتدعو جميع المؤمنين لمعرفة سر الله الآب والمسيح المذخر فيه جميع كنوز الحكمة والعلم. وبكلام آخر أيها الإخوة الأحبة، إن الكنيسة هي جسد الإله المتأنس مخلصنا يسوع المسيح الذي تألم وكبر وقام من بين الأموات. وبدون الكنيسة أي بدون مشاركتنا في الكنيسة التي جسد الإله المتأنس والتي تشكل جسد المسيح السري، فمن المستحيل أن يكون هناك لنا أي تجديد في المسيح أو حتى تقدمنا في معرفة الله الكاملة. هذه المعرفة التي حازت وحصلت عليها من نعيد لها اليوم المرأة السامرية القديسة فوتيني، والتي أصبحت معادلة للرسل مؤمنة وشهيدة لمحبة المسيح. إن القديسة الشهيدة فوتيني السامرية تدعونا اليوم وتحثنا من خلال أقوال الرسول برنابا بأن نكرس ذواتنا وأن نكون متمسكين بربنا يسوع المسيح من كل نفوسنا وبكل نياتنا، لكي نظهر مستحقين بأن ندعى مسيحيين وحاملين لاسم المسيح، وأيضا أعضاء في جسده المقدس الذي هو كنيسته المقدسة والتي فقط بها وفيها نتألى. وختاما نهتف مع المرنم قائلين: أيتها البتول، إن ابنك حطم عزة الموت كلها بقيامته، بما أنه إله مقتدر جدا رفعنا معه وإلهنا، فلهذا نسبحه إلى كل الأضهار. آمين. المسيح قام حقا.